حضرتك احنا بنعمل وقفات تصاعديه بسبب الوعود اللي بناخدها وما بتنفذش بيها، زي انه زي ما وعدونا ان هو خصم جمارك وضرايب زي ما زميلي بيقول لحضرتك دلوقتي، واحنا مخصوم مننا ضرايب مع ذلك بندفع دلوقتي الضرايب 400 جنيه سنويا. مشكلتنا الاساسيه هي الاقساط او ثمن العربيه الاصلي زائد عيوب الصناعه اللي في العربيه. في خلال 6 شهور بدانا نغير مواتير وعفشه، بالذات الاسبرانزا 17 عيب صناعه، ده بكلام المهندسين اللي موجودين، و12 عيب صناعه في الفيرنا و8 عيب صناعه في الشوفر ليه او اللانوس. العربيه بتاكل زيت والمكنه باظت، المكنه ما كملش سنتين والمكنه باظت بتاكل زيت. العربيه زيرو بس فرز تالت. الموتور العربيه ديت ما كملش فيها 6 اشهر والموتور فول. العربيه دي بتيجي من بره ب 4800 دولار. هنا مدها لنا 61000 جنيه. عشان خدناها قسط وقف علينا 87000 جنيه. اول 6 اشهر اول ما سمعنا العربيه صرفنا عليها حتى 8000 جنيه صيانه بس. في المرور بيقول ان انا حظر بيع، يعني انا لو جيت ابيع العربيه دي من واحد لواحد المرور يمنعني، لكن لما اجي اقول له جدد لي ملوش عندي، لانه يفحص العربيه يلاقي ما فيهاش مشاكل وادفع له الرسوم بتاعتي يجددها لي. لو في مشكله بيني وبين البنك بقى تبقى المشكله دي قضائيا، انما يربطني بالمرور ده غير قانوني، يبقى هم كده بيلغوا القانون. مطالب زي ما وصت بيها وزاره العدل، اعاده تقييم سعر السيارات، جدوله الفلوس للناس المتعثره.